بهذه الأهداف أثبت ليونيل ميسي للعالم أنه لاعب ساحر غير طبيعي. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. ليونيل ميسي، اللاعب الذي تم تعريفه على أنه الأفضل بالتاريخ، صاحب 7 كرات ذهبية والكثير والكثير من الأرقام القياسية التي لا نهاية لها. وبالطبع ميسي صال وجال في ملاعب كرة القدم، سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو حتى المنتخب الأرجنتيني. وسنشاهد معا في هذا الفيديو كيف أثبت ميسي بهذه الأهداف أنه لاعب ساحر غير طبيعي. لنبدأ. في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبرشلونة، يمكنكم أن تتابعوا ليونيل ميسي بعد أن استلم الكرة كيف أسقط اللاعب بواتينغ بمراوغة استثنائية ومميزة. وليس هذا فقط، بل قام برفع الكرة لوب من فوق الحارس مانويل نوير، مسجلا أحد أكثر الأهداف استثنائية في عالم كرة القدم. بعد أن ارتدت الكرة إلى ليونيل ميسي في وسط الملعب، يمكنكم أن تركزوا كيف تخطى اللاعب الأول، ومن ثم بحركة رائعة تخطى اللاعب الثاني، ثم مر بين المدافعين، وبعد ذلك أودع الكرة في الشباك على يمين حارس المرمى. يمكنكم أن تركزوا على مراوغاته قبل وضع الكرة في الشباك كيف كانت. ما ترونه أمامكم هو الهدف الأول الذي سجله ليونيل ميسي في مسيرته، إذ تلقى تمريرة كسر بها التسلل من رونالدينيو ليتقدم ويرفع الكرة بشكل رائع لوب من فوق حارس المرمى ليسجل أولى أهدافه الرسمية مع الفريق الكتالوني. في هذه المباراة التي جمعت الأرجنتين ومنتخب أوروغواي، ركزوا على ركلة حرة ثابتة سجلها ميسي بتسديدة زاحفة أرضية على يسار حارس المرمى بهذا الشكل المميز. هدف استثنائي حقا. لنستمتع بميسي والذي استلم الكرة في وسط الملعب ولم يستطع هذا المدافع أن يوقفه، ليتقدم ويراوغ هذا المدافع على مشارف منطقة الجزاء، ومن ثم يسدد هذه الكرة بكل سلاسة على يسار حارس المرمى. ذكاء عالي من ميسي بالتحرك جيدا بالكرة. هذا الهدف من ميسي مليء بالذكاء، إذ وصلت إليه الكرة بهذه الطريقة بعد أن مررها زميله ليقوم برفعها لوب من فوق حارس المرمى بهذا الشكل الاستثنائي. تصل الكرة إلى لاعب باريس سان جيرمان فيوصلها إلى كيليان مبابي بعد لمسة من ميسي، ليقوم مبابي بلمسة أكثر روعة بضرب الكرة في الكعب فتمر إلى ميسي الذي كان قد دخل إلى منطقة الجزاء، فيستلم الكرة وبهذه الطريقة يجلس الحارس على الأرض ثم يودع الكرة في المرمى. ينقذ ليونيل ميسي فريق انتر ميامي في أول مباراة له من التعادل بهذه التسديدة الرائعة من ركلة حرة ثابتة في الزاوية 90 تماما على يمين حارس المرمى. تمريرة من لاعب برشلونة إلى ميسي الذي كان قد دخل في العمق يجد نفسه أمام حارس المرمى، فتابعوا كيف قام بمراوغته بشكل جميل ثم أودع الكرة في الشباك. ميسي يسلم الكرة إلى زميله فيرجعها إليه، فتابعوا كيف ضربها بالكعب لتمر من بين أقدام حارس المرمى بهذا الشكل الجميل. هدف رائع، ولكن للأسف تم احتسابه تسللا. أحد أكثر الأهداف شهرة لميسي هذا الهدف الرائع الذي ارتطمت به الكرة بمدافعي إسبانيول لتأتي إلى ميسي فيودع الكرة في الشباك، ولكن بلمسة يد كما ترون أمامكم. ركلة حرة ثابتة، يمكنكم أن تتابعوا ذكاء ميسي وكيف سددها زاحفة أرضية على يسار حارس المرمى بعد أن قفز حائط الصد وساعد ميسي على وضع الكرة في الشباك. يستلم ليونيل ميسي الكرة من زميله، فركزوا ماذا فعل بمدافعي أتلتيك بلباو، إذ تخطى الأول والثاني والثالث ثم دخل إلى منطقة الجزاء
بعد سلسلة رائعة من المراوغات ليسدد الكرة بهذا الشكل الرائع على يمين الحارس كما ترون. لم نشاهد ميسي ينفذ مقصية من قبل سوى هذه المقصية التي استلم بها الكرة من نيمار على صدره، ثم قام بعمل هذه المقصية مسجلا هذا الهدف في الشباك. ميسي في صغره كان أعجوبة حقيقية، يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف قام بهذه الطريقة بعد أن استلم الكرة بجعل المدافع أمامه ليرفع الكرة لوب وينزلها في شباك حارس المرمى بهذه الطريقة الاستثنائية. في مباراة جمعت برشلونة وريال مدريد كانت النتيجة 2-2، وكان ليونيل ميسي قد تقدم في آخر دقيقة من المباراة بعد مرتدة لفريق برشلونة ليحرز هذا الهدف الرائع على يمين كيلور نافاس ويسجل الفوز لفريق برشلونة بهذا السيناريو الرائع والاستثنائي. في هذه المباراة بين برشلونة وملقا يمكنكم أن تتابعوا ليونيل ميسي والذي اختطف الكرة من الدفاع وماذا فعل بالحارس حيث أسقطه أرضا بهذا الشكل ثم أودع الكرة في الشباك هدفا، مراوغة رائعة جعل بها حارس المرمى يلتصق بالأرض. أحد أجمل وأروع أهداف ميسي كان أمام إشبيليا إذ وضع الكرة بين أقدام المدافع ثم رفعها لوب من فوق حارس المرمى بهذا الشكل الرائع، هدف لا يمكن أن ينسى أبدا. في هذه المباراة بين برشلونة وإشبيليا تابعوا هذه التمريرة التي سبق بها ميسي حارس المرمى ليتقدم بالكرة لبرها ثم يودعها في الشباك كما ترون أمامكم. في هذه المباراة بين باريس سان جيرمان وليل ميسي قام باختطاف الكرة من أمام هذا المدافع الذي قام بهذه الطريقة بمحاولة إبعادها ليستلمها ميسي ويتقدم فيرفعها من فوق حارس المرمى بهذا الشكل الاستثنائي. يمرر نيمار الكرة إلى ميسي الذي قام بتحضيرها ثم ضربة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء يفاجئ بها الجميع وحتى حارس المرمى ويسجل هذا الهدف الخرافي. في هذه المباراة بين المنتخب الأرجنتيني والأمريكي ركلة حرة ثابتة قام ميسي بإيداعها في الزاوية 90 تماما على يسار حارس المرمى، يمكنكم أن تشاهدوا روعة هذا الهدف الخرافي. في هذه المباراة ضد فريق ملقا تابعوا ليونيل ميسي وكيف استلم هذه التمريرة ليقوم برفع الكرة من فوق حارس المرمى الذي تقدم لإيقافه وبهذا الشكل يودع الكرة في الشباك. يسجل ميسي أحد الأهداف الاستثنائية والرائعة ولكن بصدره، فبعد هذه التمريرة من دانيال ألفيش تابع ميسي كيف ضرب الكرة بهذه الطريقة بصدره ليسجل هذا الهدف الرائع كما ترون. هذه الكرة من ميسي معقدة جدا حيث استلم الكرة من زميله وبلمسة واحدة أنزلها لوب في الشباك كما ترون أمامكم، يبدو الأمر محيرا للعقل. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.